السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكتب ندير واحد الدعاء مكتوب تاع خاص بنهار يوم الجمعة. يعني إلا كانت يهمكم الأمر ولا سميتو راه غادي نخليه مكتوب وديك الساعة غتنقلو ولا سميتو. أنا المهم بالنسبة لي أنا كنقرا هذا كل جمعة كنقرا، وبعض المرات كنقرا حتى في الخميس في العشية، الخميس بالليل من بعد صلاة العشاء ولا سميتو كنبدا كنقرا، وبعد مرات كنقرا حتى في الايام الاخرى العاديه، ولكن هو خاص بالضبط للجمعه. يعني دعاء زوين بزاف صراحه وكينفع وكترتاح ملي كتقرا. المهم انا غنخليه لكم دابا مكتوب في الفيديو، ولا كان شي سؤال عندكم ولا شي حاجه ما واضحاش في الكتابه ولا سميتو، المهم خليوها ليا في الكومنتر وانا غادي نعاود نكتب لكم سميتو، غنصحح الا كان شي حاجه لا سميتو وغادي نجاوبكم. يلا نخليكم مع الفيديو ان شاء الله، ولا كان تهمكم الامر يعني دخلوا تشوفوا سميتو ونقلوه وبقاو كتقراو حتى نتوما الجمعه. يعني راه زوين بزاف صراحه. انا كنت نستعملو الى جانب سوره الكهف، لان كنقرا كل جمعه سوره الكهف، ولكن هاد الدعاء زدتو حتى هو لان عجبني زوين بزاف صراحه، لانه كترتاح ملي كنقراه كنحس بواحد الراحه وبسميتو. اذا نخليكم مع الفيديو ومع الدعاء مكتوب. يلا بسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعاء يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سمواتك وحملة عرشك ومن بعث من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.